تم تغريب جوزي من سجن برج العرب لسجن جمصة، وبهدلوهم وضربوا عليهم قنابل غاز في البرج، وخدوا منهم كل المتعلقات بتاعتهم من ملابس وفرش وغطا، وكسروا النظارة بتاعته وخدوا الساعة بتاعته، حتى نظارة النظر كسروها ما سابوهاش. وبعدين سفروه جمصة. اما رحت ازوره في جمصة لقيته لابس الهدوم على اللحم، معهوش اي حاجة، ومبهدلينهم جدا ومنومينهم على البلاط. حتى الاكل اللي احنا واخدينه مرضوش يدخلوا ولا اكل ولا اي حاجة، ويقولوا لنا دول اصل دول بيتعاقبوا عشان انتوا مشاغبين. ايه اللي احنا عملناه عشان احنا مشاغبين؟ احنا مش عارفين احنا عملنا ايه. ان احنا بنطالب ان اهالينا جوه في السجون يتعاملوا باحترام، وان في حقوق انسان، وان هم يحترموا كرامتهم، يقوموا يغربونا ونركب مواصلات 3 ساعات رايح و3 ساعات جاي، ونقعد طول النهار. اطلع من بيتي عندي 5 ولاد، اطلع الساعه 4:30 الفجر، ارجع الساعه 11 بالليل، وقاعدين في التراب وفي الرمله وفي القرف هناك، غير بقى الشخط والنطر بقى والمعامله السيئه. فاحنا عايزين نطمن على الناس دي، وعايزين الناس دي ترجع قريب مننا، لان دي تكاليف علينا جامده جدا، ووقت وعندنا ولاد صغيرين.